طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ محاضرتنا اليوم. حنخش موضوع جديد اللي هو المؤثرات العكسية. المؤثرات المؤثرات العكسية أحقل على الانفيرس اوبريتورز. انفيرس اوبريتورز طيب، احنا في الحقيقة حنركز على المعادلة الآتية بالشكل التالي: ال يو، حيث ال هذا عبارة عن اوبريتور، وعندي الطرف الآخر اللي هو الدالة اف اكس واي. حنركز على دراسة وإيجاد حل المعادلة التفاضلية الجزئية النونهوموجينيوس. طبعا احنا في مقرر سابق في المعادلات العادية كنا درسنا نفس الحكاية، لكن كان في متغير مستقل واحد. طيب، حقول ال في الحقيقة هو عبارة عن مؤثر خطي linear operator with constant coefficients، مؤثر خطي ذو معاملات ثابتة. طيب، هذا المؤثر طبعا حنتفق على الرموز التالية، نتفق مع بعض. حنتفق أن دي اكس with respect to x اللي هو ايه؟ المؤثر أو العامل برشل اكس، و دي واي اللي هي ايه؟ برشل with respect to y. نتفق على هذه العوامل التي حنستخدمها في هذا الفصل. يعني فلما اكتب انا دي اكس، اقصد فيه العامل التفاضلي الجزئي بالنسبه لاكس، هنا العامل التفاضلي الجزئي بالنسبه للايه؟ بالنسبه للواي. طيب، او مثلا هيبقى عندي ممكن يكون من الرتبة الثانية الثالثة، لذلك بالإمكان كتابته بهذا الشكل. هنا عندي الاشتقاق بالنسبة للإكس، وهنا عندي لوحة تبقى المشتقة من الرتبة R. وبالتالي نستطيع كتابة المؤثر بهذا الشكل، اللي هو هذا المؤثر linear operator linear partial differential equation operator. نستطيع كتابته بهذا الشكل أو in general بشكل عام، حيكون عبارة عن summation i و j from 1 to m or n. عندي هنا ai j، وعندي المؤثرين بالنسبة للإكس وبالنسبة للإيه؟ بالنسبة للواي. سمي ذي واحد، طيب. طبعا بداية حندرس الحل في حالة إيه؟ في حالة الهوموجينيوس. Then firstly, we find the solution when function f equals zero. يعني عندما تكون الطرف الآخر بصفر، أو نقول عندما تكون المعادلة متجانسة الطرف الآخر في zero. طيب، في عندنا نظرية بسيطة تلخص لنا ليه إيش حيكون شكل الحلول. حنخذ ثلاث نظريات. هذه النظريات في الحقيقة حنأخذها بدون إثبات، حتساعدنا في إيجاد
في معرفة الحل أو كيف نوجد الحل. إذا بداية احنا حناخذه أو حناخذ هوموجينيوس بارشال ديفرنشال إيكويشن، يعني حناخذ المعادلة المتجانسة. المعادلة المتجانسة التي الطرف الآخر فيها زيرو. طبعا ال يو يكون زيرو لأنه عندي المتغير التابع يو، بالتالي حكتب ايه؟ ال يو تساوي زيرو. طيب أول نظرية تقول ايه؟ أول نظرية تنص على ما يلي. لو كان عندي أول نظرية، نظرية واحد، نظرية واحد تنص على ما يلي. لو كان عندي، إذا كان لدي يو واحد، يو اثنين لحد يو ان، لو كانت هذه عبارة عن ايه؟ حلول للمعادلة التفاضلية المتجانسة. حلول للمعادلة التفاضلية المتجانسة لإيه؟ ال يو يكول زيرو. يعني اليو واحد حل يحقق لي المعادلة، اليو اثنين حل يحقق لي المعادلة، وهكذا. حيث طبعا هنقول حيث ال عبارة عن مؤثر تفاضلي جزئي خطي. طبعا في هذه الحالة هتبقى بقية الحلول، مجموع هذه الحلول أو التركيبة هذه الخطية برضو حل. لأن هقول فإن التركيبة الخطية هذه سي اي، حيث السي دي ثوابت اختيارية، أو اي من واحد إلى ان. هنقول حيث هذه التركيبة أيضا حل للمعادلة التفاضلية الجزئية. هذه أول نظرية. إذا كان هذا حل وهذا حل وهذا حل، نستطيع عمل إيه؟ بالتالي التركيبة الخطية يعني سي واحد يو واحد زائد سي اثنين يو اثنين برضه حتكون حل للمعادلة التفاضلية المتجانسة. نحن احنا عمالين نتكلم على المتجانسة. نظرية اثنين، هذه النظرية هتقول لي في هذه الحالة حيكون ما هو شكل الحل؟ النظرية دي هتقول لي ما هو شكل الحل في هذه الحالة لهذه المعادلة المتجانسة. هنقول ايه؟ النظرية تنص على إذا كان المؤثر ال من الرتبة n، إذا كان هذا المؤثر نستطيع نحلله، أو عبارة عن حدود مستقلة. يعني عندي قوس مثلا اس تربيع استطيع اكتبه على هيئه مضروب قوسين. اذا هنقول اذا كان مؤثر من الرتبه ان يمكن تحليله، يعني نستطيع نحلله او نفكه الى حدود إلى إن حدود، أو إلى إن حد، إلى حدود عددها إن، بحيث تكون مستقلة خطيا، بحيث تكون مستقلة خطيا من النوع الآتي. إذا الحد أو هذا المؤثر ال لو كان بهذا الشكل، أو لو كان بهذا الشكل
المؤثر ال حللنا الحقيقة وكان بهذا الشكل اي اي دي اكس زائد دي اي دي واي زائد سي اي. يعني اذا استطعنا ان نحلل المؤثر ال من الرتبة ان وكانت حدوده من هذا الشكل، في هذه الحالة حنقول الحل العام، فإن الحل العام للمعادلة اليو يكون زيرو يعطى كما يلي. في هذه الحالة الحل حيعطى هذا الشكل يو تساوي summation i from 1 to n f i e y minus p i x في e اس سالب e i x على e i. إذا الحل راح استخدمه هذا المجموع أو هذه الصيغة للحصول على الحل العام. إذا لو كان عندي مؤثر بهذا الشكل مباشرة راح اكتب اف اي وراح اجيب معامل الدي اكس واحطه، حيبقى معامل الاي ماينس، واجيب معامل الدي واي واخليها تبقى معامل الاكس. طب نسمي الاثنين. طبعا الحل بهذا الشكل، الحل بهذا الشكل اذا ما في تكرارية، يعني اذا حللت وهذا المؤثر غير مكرر يعني اس واحد فقط، لكن نفرض انه اس اثنين اس ثلاثه حيتغير شكل الحل. طيب حنقول هذا الكلام بالنظريه رقم ثلاثه، برضو النظريه في الحقيقه النظريه هنا هي توضح لنا طريقه او اسلوب الحل. النظريه ثلاثه تقول اذا كان إذا كان المؤثر A دي إكس زائد بي دي واي زائد سي، إذا كان هذا المؤثر ذو تكرارية كي، يعني الملتبلسيتي لو كي، التكرارية لهذا المؤثر ممكن تكون اثنين ثلاثة أربعة على حسب المسألة. في هذه الحالة حنقول الحل الموافق يعطى كما يلي. في هذه الحالة حنكتب الحل بهذا الشكل، حيبقى الحل يو تساوي summation i from 0 to k minus 1. حروح ضرب الحل في ايه؟ في x. حروح ضرب الحل في x. x اس اي في اف اي واكتب نفس حيبقى اي واي ماينس بي اكس في اي اس سالب. اذا الحل ذو تكراريه حضيف له، حضربه في هذا الحل واحط التكراريه هنا ومنها احصل على الحل. يلا تعالوا مع بعض نأخذ بعض الأمثلة نطبق هذا الكلام، نأخذ بعض الأمثلة مثال example. مطلوب إيجاد أوجد حل المعادلة التفاضلية الجزئية الآتية. إيش المعادلة أهي؟ 4 ماينس 16 دي إكس دي واي بلس 15 دي تربيع المشتقة الثانية طبعا.
طبعا ما اقصد هنا التربيع، انا اقصد في ايه؟ The second partial derivative of order 2. The second partial derivative المشتقة الثانية. هذا اقصد في المشتقة الأولى، المشتقة الأولى بالنسبة ل y. وهذا ال u هو يساوي صفر. المطلوب إيجاد الايه؟ الحل. طيب طبعا قبل ما اوجد الحل ابدا احلل هذا المؤثر. طبعا لو قال مؤثر محلل جاهز خلاص ابدا اطبق النظريه اللي قلناها قبل قليل. فبدايه اروح احلل هنا وانتبه اثناء التحليل. طيب بالتالي انا حيبقى عندي 2 دي اكس في 2 دي اكس، وعندي هنا ال 15 هروح كاتبه ايه؟ 3 دي 1 في ايه في 5 دي واي، واخذ الاشارات. الاشاره عندي هنا موجب، اذا الكل ياخذ اشارات الحد الاوسط. طبعا انا لما اريد ارجع مره اخرى الضرب بتاعي هنا ايه؟ يعني حق اشتقاق، يعني الحقول لما اثر دي اكس على دي اكس يعني اشتقيت دي اكس مره اخرى. طبعا هنا المعامله ثوابت، ما في اي مشكله، ما في خوف كثير. الانتباه الاكثر لو المعاملات الدوال في اكس. طيب وبالتالي واضح في مسالتنا هنا اننا ايه بالامكان نحن نطبق. طبعا ما في تكراريه، احنا هنا حللنا هذا المؤثر الى تو فاكتورز، والتو فاكتورز هنا لينير، تو فاكتورز لينير. التكراريه واحد، ما في تكراريه، يعني واحد الكيب واحد. طيب بالتالي انا حطبق ايه؟ هطبق هذه الصيغه. طبق الصيغه دي حيكون في عندي دالتين اختياريتين، يعني بالتالي طبعا عندي هنا السي بصفر، السي بصفر يعني ما في حد ثابت اخر. اذا الحل حيبقى عندي ايه؟ حروح اكتب الحل، حيبقى اف واحد الموافق لهذا المؤثر. يعني اشوف هذا المؤثر واكتب الحل الموافق له برضه هنا، او اروح فاتح قوس، هنا عندي زائد اف 2 وحكتب ايه؟ الحل الموافق لهذا المؤثر. فبالتالي حيبقى عندي ايه؟ 3x تطبيق مباشر زائد 2 1. يعني اروح احدد زي ما اتفقنا، قلنا ايه؟ قلنا معامل دي اكس اروح احط ايه؟ معامل دي اكس حتبقى معامل 2 1، ومعامل دي واي حروح كاتب ايه؟ معامل اكس. طبعا عندي سالب في سالب موجب. نفس الحكايه هنا، معامل دي واي حتبقى معامل اكس، وعندي هنا سالب 5 حيبقى سالب في سالب موجب 5 واي موجب 5 اكس. يعني تطبيق مباشر، احدد معامل دي اكس، يعني احدد معامل هنا، بص معي اروح اخذ ايه؟ معامل دي اكس واحطه هنا، حيبقى ايه؟ معامل واي، معامل دي اكس اي اي، وهنا حيبقى اي اي، ومعامل دي واي بي اي اروح احطها في الحال معامل اكس، طبعا واضربها في سالب. طيب وبالتالي نكون اوجدنا كذا باستخدام هذه النظريه، او لاحظوا يعني في خطوه واحده وحصلنا على الحل. طيب حنخذ مثال اخر، مثال اخر برضو اوجد حل المعادله التفاضليه الجزئيه التاليه. او المعادله الاتيه محلله جاهز، دي اكس ماينس 2 دي واي في 2 دي اكس زائد 3 دي واي زائد 4 في يو يساوي صفر. طيب نفس الحكاية، أو عندي هنا مؤثر، المسألة جاهزة، هذا مؤثر خطي وهذا مؤثر خطي.
طبعا هنا السي بصفر، هنا السي حتكون بكام؟ السي حتكون هنا بكام؟ بأربعة. ففي هذه الحالة حيكون موجود عندي في الحل هذه الدالة المثلية. هذه الدالة حتظهر في حالة إيه؟ الحل الموافق لهذا التالي أو لهذا الحل. إذا الحل حيبقى عندي يو تساوي، حيبقى عندي إيه؟ اف واحد، وأروح كاتب اف واحد، وزي ما اتفقنا معامل دي اكس حيبقى للواي، ومعامل دي واي حيبقى معامل للاكس، وبالتالي حيدي لي 2 اكس زائد واي. تطبيق مباشر جدا، اف 2 نفس الحكايه حيبقى 3 اكس ماينس 2 واي. طبعا حيظهر هنا عندي الايه؟ الداله الاسيه، لان حيبقى عندي اي اس سي على ايه؟ سي على ايه؟ عندي هذه السي وهذه الايه؟ حيبقى 4 على 2 من 2 سالب 2 اكس. وبكذا كنا اوجدت الحل. يعني خطوات بسيطه جدا ونستطيع من خلالها نوجد الحل المعادله المتجانسه. طيب حنخذ مثال اخر، ناخذ مثال اخر برضو مطلوب ايجاد حل المعادله التفاضليه الجزئيه التاليه 3dx بلس 7dy، وعندي هنا 2dx ماينس 5dy زائد 3، وهنا الأس 3 يساوي 0. طيب نلاحظ برضو هذه المسألة بسيطة وإيجاد الحل هنا مكرر. الجديد هنا أنه عندي التكرارية ثلاثة، عندي التكرارية ثلاثة، وبالتالي حرح نطبق الايه؟ حرح نطبق هذه السيمة. يعني هنا خلاص ما في مشكلة، على طول أكتب الحل، أكتب الحل. لكن هنا عندي في الحقيقة حيكون في عندي ثلاثة أسفل. مثلا لو بدأت من أي عندي التكرارية ثلاثة، فأحط هنا ثلاثة حيبقى ثلاثة ماينس واحد اثنين، حيبقى ثلاثة ماينس واحد اثنين، وبالتالي حبدأ من صفر إلى اثنين. فعند اي بصفر حيبقى حدي لي اف زيرو، وأروح كاتب مقدار، وبعدين أحط اي بواحد، بعدين اي باثنين. إذا حيكون عندي ثلاث دوال اختيارية في حالة الايه؟ الكيب ثلاثة. إذا المثال الثالث رقم ثلاثة حيبقى حله بالشكل التالي. يلا نوجد الحل، حيبقى يو واجيب الاف 1 المقابله لهذا المؤثر او لهذا الاوبريتور، حيبقى اف 1، وزي ما اتفقنا معامل دي اكس حيبقى معامل واي، ومعامل دي واي حيبقى معامل اكس، وبالتالي حيدير ايه؟ 7 اكس ماينس 3 واي زائد. هنا في عندي تكراري، اذا حفك السميشن. طبعا هنا عندي السي، السي بثلاثة، وبالتالي الاي حيبقى اي اس سالب ثلاثة على اثنين، يعني الحد هذا حيبقى ظاهر في كل الحدود. هذا الحد حيبقى سي على اي، انا عندي سي هنا بثلاثة والاي باثنين، اذا حيبقى عندي اي اس ثلاثة، اي اس سالب ثلاثة على اثنين، حيبقى موجود في كل الحدود، ممكن اطلعه مشترك. بعد نحط عندي اف زيرو، احط اي بزيرو، واحط اي بواحد، واحط اي باثنين. طبعا لما احط اي بزيرو حيختفي الاكس، بعدين احط اي بواحد حيبقى اكس، احط اي باثنين حيبقى اكس تربيع. اذا الحل عندي اهو، اذا حتبقى الداله الاسيه برا. اي السالب سي، سي على ايه؟ على ايه؟ وابدا ايه؟ احط اي بزيرو حيبقى اكس اس زيرو بواحد، ويبقى عندي هنا اف زيرو، واروح ايه؟ واروح حاطط معامل دي اكس حيبقى معامل واي، ومعامل دي واي حيبقى معامل ايه؟ اكس. اذا حدي لي ايه؟ 5 اكس زائد 2 واي زائد، هحط الان اي بواحد حيبقى اكس اس واحد. لاحظوا هنا عندي اكس اس 0،
اكس اس واحد في اف واحد، ونفس الارجيومنت اللي هنا 5 اكس زائد 2 واي زائد، الان احط اي باثنين هيبقى اكس تربيع اف 2 5 اكس بلس 2 واي. طبعا هذا كله داخل القوس. اذا انا اخذت ثلاثة امثله متنوعه لجميع الحالات، في حاله لو عندي السي موجوده، في حاله لو السي بصفر، في حاله لو في عندي تكراريه. طبعا هذا اللي تكلمنا عليه المعادلات المتجانسه، المعادلات التفاضليه المتجانسه اللي هي الهوموجينيوس بارشل ديفرنشال ايكويشن. طيب الان حننتقل الى المعادلات التفاضليه الجزئيه الغير متجانسه، يعني لو الطرف الاخر موجود. اذا حنقول المعادلات، الان حننتقل الى جزء اخر، جزء اخر اللي هو المعادلات الغير متجانسه اللي هو non-homogeneous equation، non-homogeneous. طيب كما قلت في البداية، non-homogeneous equations الطرف الآخر يعني f of xy does not equal zero، أهو موجودة، وبالتالي لحل هذه المعادلة نحتاج نوجد الـ complementary solution و particular solution. إذن هنا f of x does not equal zero، لا تساوي صفر. إذن حنقول في هذه الحالة كما درسنا في المعادلات العادية، حنحتاج نوجد حل الـ homogeneous وبعدين نحل الـ non homogeneous ونجمعهم نحصل على الحل. إذن حنقول in this case we need to find the complementary solution and the particular solution. إذا في هذه الحالة عاوزين إيه؟ we need to find the complementary solution اللي هو الحل المتمم، والparticular solution اللي هو الحل الخاص. إذا في هذه الحالة خلاص، في حالة الـ complementary solution في هذه الحالة قد أوجدناها قبل قليل. إذا إحنا الآن هدفنا في الحقيقة هو how to find this solution. إذا هدفنا الآن حنتعلم إزاي نوجد الحل الخاص. طيب قبل إيجاد الحل الخاص حنأخذ بعض الخواص الهامة. أول خاصية رقم واحد عندي لو كان مؤثر dx dy وأثرنا فيه على واحد، عندي هنا f of dx dy، وعندي هنا phi of xy، فهذا حدي لي الناتج phi of xy. خاصية اثنين، طبعا هذه الخواص في الحقيقة حنستخدمها بمشيئة الله بعد قليل. لو عندي المؤثر التالي، المؤثر التالي واحد على اف واحد دي اكس دي واي، وعندي هنا مؤثر اخر اف اثنين اكس دي اكس دي واي، واثر فيهم على ايه؟ على الدالة فاي اوف اكس وواي، هذا حيساوي. طبعا بالامكان ايه؟ بالامكان ابدا اثر بهذا المؤثر العكسي وبعدين اثر بالمؤثر الاخر او العكس، النتيجتين حتبقى صحيحه. اذا حنكتب هذا الناتج هنا، حنقول هذا يساوي هذا يساوي واحد على اف 1 دي اكس دي واي، وابدا اثر به، حبدا اثر بالمؤثر الاول واحد على اف اثنين دي اكس دي واي، او حاثر فيه على فاي اوف اكس واي.
أو العكس. هذا يساوي، أو هبدأ بالعكس، واحد على اف اثنين دي اكس دي واي، وراح مؤثر ايه اف واحد دي اكس دي واي. طيب برضو هذا المؤثر العكسي، احنا الان عمالين نتكلم عن المؤثرات العكسيه. المؤثر العكسي ايضا لينير اوبريتور، مؤثر خطي، يعني بمعنى لو عندي هذا المؤثر العكسي واحد على اف اوف دي اكس ودي واي، واثرت فيه على التركيبه الخطيه التاليه او سي واحد او فاي واحد اوف اكس وواي زائد سي اثنين فاي 2 اكس 1، استطيع اخش قوه هنا واثر على فاي 1 واثر على فاي 2. يعني المؤثر العكسي الانفيرس اوبريتور از لينير اوبريتور. اذا انا حيدي لي سي 1 واخش هنا قوه، حيبقى ايه 1 على اف دي اكس دي واي، عندي هنا فاي 1 اكس واي زائدا سي اثنين، وهنا حاثر باف دي اكس دي واي، وعندي هنا ايه فاي اثنين. طيب طبعا الاخلاص هذه في الحقيقه حتفيدنا كثير اثناء مناقشه او اثناء ايجاد الحلول. طيب في عندي برضو خاصيه هامه، طبعا هذا كل حيفيد احنا كثير في حاله ايجاد البارتيكولار سوليوشن، الحل الخاص. طيب في عندي برضه خاصيه، لو عندي اف اوف دي اكس دي واي هذا المؤثر العكسي، وكان عندي الطرف الاخر داله اسيه للمعادله الجزئيه مثلا كانت بهذا الشكل، حيكون في عندي مسائل الطرف الاخر مثلا داله اسيه او داله مثلثيه او داله كثيره حدود او هذه الدوائر مضروبه في بعض. طيب مباشره يعني يعطينا الحل وبشكل سريع جدا، ما يحتاجش ان انا اي جهد خالص. هروح اشوف ايه معامل الاكس واحطها بدل الايه بدل الدي اكس ايه، و الكوفيشنت هنا في واي واحطها بدل الدي واي، يعني كذا حليت المسألة، كذا انتهت. اي اكس زائد بي 1، وكذا اكون اوجدت ايه؟ اوجدت الحل الخاص، طبعا بشرط ان المقام ما يساويش الصفر. لو المقام يساوي الصفر ما ينفعش هذا الاسلوب. اذا في حالة لو الطرف الاخر داسية استطيع اطبق هذا القانون. لكن بشرط ان المقام ما يساوي الصفر، لو يساوي الصفر ما ينفع نستخدم هذه الطريقة. طيب احيانا لو واجهنا المشكله هذه، مثلا لو كان المقام يديني صفر، حعمل ما يسمى بالازاحه، حعمل ما يسمى بالازاحه حتى اطبقها على المؤثر العادي. لما اكتب انا فوق كذا هذا المؤثر العادي دي اكس دي واي، وعندي هنا دالتين مضروبه في بعض، وعندي هنا اي اس برضو حنستخدم هذه الخاصية. طبعا هذه الخاصية حتفيدني كثير، لو كان الطرف الآخر للمعادلة التفاضلية الجزئية الدالة مضروبة في الدالة الأسية، إيه اللي حعمله بالضبط؟ حروح شايل الدالة الأسية وارميها أمام الإف، وأستبدل كل دي إكس دي إكس بلس إيه، وكل دي واي دي واي بلس بي. يعني حقول حروح مستبدل كل دي إكس بايه؟ بدي اكس بلس اي، وكل دي واي بدي واي بلس بي. بالتالي يصير عندي ايه؟ اي اس اكس زائد بي واي، وانا رميت الداله الاسيه هنا، والمؤثر التفاضلي يصبح ايه؟ اف دي اكس بلس اي دي واي
بلس بي، وعندي هنا ايه؟ تبقى الدالة تبعي فاي اوف اكس واي. هذه خاصية مهمة جدا. برضه استطيع استخدمها لو كان المؤثر هذا عكسي، لو كان هذا المؤثر عكسي. طب نشوف لو كان المؤثر اللي هنا عكسي. لو كان عند الاوبريتور انفيرس اوبريتور او واحد على اف اوف دي اكس دي واي، وحاثر فيه على ايه؟ على الداله، او عندي الداله فاي اكس واي، وعندي هنا الداله الاسيه اي اكس زائد بي واي. نفس القصه، اذا حقول هذا يساوي هاخذ الداله وارميها هنا بالامام واستبدل كل دي اكس، دي اكس بلس اي، وكل دي واي، دي واي بلس بي. اذا حيبقى عندي ايه؟ اي اوس اكس زائد بي واي، وعندي هنا المؤثر حيبقى واحد على دي اكس بلس اي. طبعا هذه الخاصيه حتفيد احنا كثير، حنشوفها في المسائل. في الداله فاي، يعني يبقى حاثر هنا على الداله فاي فقط. طبعا هذا ينفع الكلام لو طبقته مره على الدي اكس فقط ومره على الدي واي فقط. هذا الكلام صحيح، يعني استطيع اعمل ازاحه فقط لاي اي اس اي اكس. كلام صحيح، وبالتالي حيبقى عندي هنا المؤثر العكسي بهذا الشكل، اف دي اكس بلس اي، والدي واي تبقى كما هي. هنا عندي ايه؟ يبقى اي اس يبقى اي اس بي واي في فاي اوف اكس واي. طبعا هذا الكلام صحيح برضه لو عملت ازاحه للداله الاسيه اللي هي اي اس بي واي. اذا التغيير حيكون فقط في الايه؟ في الدي واي، يبقى دي واي بلس بي، وهنا عندي تتبقى الداله الاسيه. طيب هذه الخواص المفيدة خاصة للدالة الأسية، أو لما تقول لي الدالة الأسية في دالة مثلثية. طيب برضو حنشوف إيه الدوال المثلثية، يعني ممكن يكون عندي في الطرف الآخر دالة مثلثية، يعني ممكن يكون عندي لما أريد أوجد البارتيكلر سوليوشن الحل الخاص، وكان المؤثر التفاضلي. حنبدأ نشوف الفكرة في حالة المؤثر التفاضلي وبعدين العكسي. طبعا يشترط لتطبيق هذه الخاصيه انه يكون عندي المؤثر من الرتبه الثانيه، لابد يكون من الرتبه الثانيه. طبعا لو كان الثالثه لها معالجه خاصه حنشوفها في الامثله. طب مؤثر فيه على كوزاين مثلا، او كوزاين كان الطرف الاخر داله مثلثيه، او اي اكس زائد بي واي، هذا حيساوي ايه؟ هروح استبدل الدي المشتقه الثانيه ب ماينس اي تربيع، واشتق ب ماينس بي تربيع بهذا الشكل. اروح شايلها كامل واحط بدلها ماينس وربع المعامل اللي هنا. برضو بالنسبه للواي هروح اشيل المشتقه الثانيه بالنسبه للواي واحط ماينس سالب واروح اربع البي الموجوده هنا. بالتالي يصبح الحل كالتالي، أو ناتج تأثير هذا المؤثر التفاضلي على الدالة كوزاين يبقى إيه؟ ماينس A تربيع ماينس B تربيع. نفس الحكاية على ساين، بالمثل الساين وحيبقى دي تربيع إكس أو المشتقة الثانية، المشتقة الثانية بالنسبة للواي، وعندي هنا إيه؟ ساين A إكس بلاس بي واي. هذا حيساوي برضه حروح اشيل، حيبقى عندي اف، حيبقى عندي اف دي تربيع. طبعا مضروب في في كوزاين، مضروب في ليه؟ مضروب في الكوزاين. طيب في حالة ماشي، خلونا نشوف بس، حيبقى ماينس اي تربيع
وعندي هنا ايه ماينس بي تربيع. يعني مثلا لما يبقى عندي دي تربيع اكس وعندي كوزاين 3 اكس، حيبقى ايه؟ حروح مباشرة استبدل ب سالب 3 تربيع في كوزاين. طبعا في الكوزاين، نعم في الكوزاين، وبرضه في الساين، برضه حيبقى هنا ايه في كوزاين، في كوزاين اي اكس بلس بي واي، هنا نفس الحكاية في ساين اي اكس بلس بي واي. طيب الآن نشوف المؤثر. طبعا احنا في الحقيقة نبدأ في البداية بالمؤثر التفاضلي، ما هوش هذا هدفي، لأن هذه مشتقات عادية، مشتقات جزئية درسناها في مقرر التفاضل والتكامل المتقدم، بس أنا أبدأ فيها وبعدين أقول إيه إيش حيكون شكل المؤثر العكسي، إيش حيكون شكل المؤثر العكسي. طيب شكل المؤثر العكسي، لو كان عندي الطرف الآخر دالة مثلثية، لو كان عندي الطرف الآخر أو هذا اللي يهمني الآن، أما هذاك فقط أعدت لكم المشتقات الجزئية. أنا يهمني المؤثر العكسي الانفيرس اوبريتور، أو لو كان بالشكل هذا هدي تربيع واي وحأثر فيه سواء على الدالة ساين، سواء على الدالة ساين اي اكس زائدا بي واي او على الدالة كوزاين، يعني هأثر فيه هيدي لي الناتج ايه نفس الحكاية، هشيل ايه هشيل الدي تربيع اكس وبدلها بماينس اي تربيع، وشيل الدي تربيع واي او المشتقة الثانية بالنسبة لواي بماينس بي تربيع، يعني هيبقى واحد على اف ماينس اي تربيع ماينس بي تربيع. هنا عندي ايه ساين اي اكس بلس بي واي وكوزاين اي اكس بلس بي واي، وهذه مهمة جدا هنستخدمها بشكل كبير. لكن عندي هنا شرط، المقام لا يساوي الصفر. لاحظوا عندي هنا المفروض المقام لا يساوي الصفر. طيب لو المقام يساوي الصفر ما ينفعش نستخدم هذا الأسلوب، لابد من معالجة أخرى. طيب لو كان عندي، احنا قلنا بالنسبة لو كان الطرف الآخر دالة مثلثية، بس قلنا بشرط أن المشتقة تكون أي من الرتبة الثانية سواء بالنسبة للإكس أو بالنسبة للواي. طبعا فرضا في عندي لو كان عندي دي إكس دي واي، هنستخدم الصيغة التالية. طبعا حقولها في حالة المؤثر التفاضلي بعدين المؤثر العكسي. أنا لو عندي مؤثر تفاضلي دي اكس دي واي، يعني موجود في هذا الحد دي اكس دي واي، أما المشتقة الثانية خلاص احنا عارفينها دي، وأثر فيها إما على الساين اي اكس بلس بي واي أو أثر فيها على الايه؟ على الكوزاين. طيب في هذه الحالة نفس القصة، هنقول ايه؟ هستبدل الدي تربيع بماينس اي تربيع، الدي اكس دي واي هستبدلها بايه؟ بايه في بي، وهنا عندي ماينس بي تربيع. اذا لو وجد هذا الحد او هذا المؤثر راح نستبدله بالايه؟ بالاي بي، وراح اظهر هنا في الايه؟ في ساين اي اكس بلس بي واي، وهنا عندي كوزاين اي اكس بلس بي واي. طبعا هذا المؤثر التفاضلي، المؤثر العكسي نفس الكلام، المؤثر العكسي حيبقى نفس الكلام، يعني خلوني اعيده برضه اكتبه اهو، بس طبعا في حالة المؤثر العكسي ينبغي المقام ما يساوي الصفر، هذه الإشكالية في حالة المؤثر العكسي. الأصل ايه؟ أهو أثرت فيه على ساين اي اكس بلس بي واي او اثر فيه على كوزاين اي اكس بلس بي واي، وهذا حيعطي لي نفس الناتج اللي هنا، بس حيبقى هنا في المقام اف اوف سالب اي تربيع
AB سالب B تربيع، وعندي هنا حكتب ساين AX بلاس BY، هنا عندي كوزاين AX بلاس BY. هاقولنا هنا المقام ايه؟ الشرط راء، بشرط هنا المقام ما يساويش الايه؟ الصفر. طيب هذه في الحقيقة أهم الخواص للمؤثر التفاضلي والمؤثر العكسي. المؤثر التفاضلي الجزئي احنا درسناه في السابق، لكن المؤثر العكسي اللي هو بالنسبة لنا يعتبر ايه؟ الجديد. واحنا درسنا خواص المؤثر العكسي، قلنا ايه؟ من اجل نوجد الحل الخاص. طيب هناخذ اكزامبل، مثال مثال اوجد اوجد الحل الخاص. هنطلب في مسألتنا الحل الخاص. طبعا انتبه، قلت لكم في السؤال اوجدوا الحل العام، خلاص حتوجدوا الحل الخاص والحل المتمم. لكن لو حددت فقط قلت لكم اوجدوا الحل الخاص، خلاص نلتزم بالايه؟ بالمطلوب. طيب اوجد الحل الخاص للمعادلة الآتية. ايه هي المعادلة؟ اهو ثلاثة مشتقة الثانية دي واي يو ويساوي ساين اي اكس زائدا بي واي. الحل طيب في الحقيقة حنريد ايه؟ نريد الحل الخاص. فحأثر بالمؤثر العكسي على الطرفين، المؤثر العكسي لهذا المؤثر، و حيبقى بعد التأثير بالمؤثر العكسي حيبقى الحل الخاص بهذا الشكل. هذا المؤثر بتاعنا حيبقى واحد على 3 تربيع اكس او المشتقة الثانية بالنسبة لاكس في دي واي، وحأثر فيهم على الطرف الآخر اللي هو الساين. إذا نحب عندنا ساين اي اكس بلس بي واي. طيب فأنا لاحظوا معايا أستطيع أطبق الخاصية اللي قلنا قبل قليل. فحشيل الدي تربيع اكس واستبدله ب ماينس اي تربيع، يعني حروح شايل الدي تربيع اكس واحط بدله ايه؟ ماينس اي تربيع. بالنسبة للدي واي ما ينفعش، لو كان في دي اكس دي واي حروح مستبدل الدي اكس بأ والدي واي ببي. طيب اذا نبدأ بأول خطوة، اذا الحل الخاص اروح يساوي وراح استبدل حق كل واحد على ثلاثة واستبدل الدي تربيع اكس او المشتقة الثانية من اكس بماينس اي تربيع. طيب لسه باقي معايا هذا المؤثر اللي هو دي واي، وحكتب هنا ساين اي اكس زائدا بي واي. طيب الان اصبحت ممكن هنا اطلع السالب برا، ممكن اطلع السالب برا، حبقى واحد احطلع السالب هنا، يبقى عندي هنا ايه؟ دي واي بلس ثلاثة اي تربيع. طيب الآن اللي حعمل بالضبط إيه؟ حضره في مرافق هذا المقدار، حضره في مرافق هذا المقدار. طبعاً أنا في حالة المؤثر العكسي لابد يبقى عندي دي تربيع واي عشان أستبدل، لكن لما تبقى دي إكس دي واي موجودة فوق ما في مشكلة، أروح أدخلها على الحد اللي أنا عاوزه واشتاق إما بالنسبة للإكس أو بالنسبة للواي ما في مشكلة. إذا حنقول إيه؟ حضره في البسط والمقام في دي واي ماينس 3 اي تربيع، هنا عندي حضرب في دي واي ماينس 3 اي تربيع. طبعا الفكره من الضرب هنا بحيث نعمل كريت او انشاء للحد دي تربيع واي. وعندي هنا الساين كما هي، هي ساين اي اكس
بلس بي 1، هذا يساوي، ها حيساوي، إذا حيساوي عندي هنا سالب، حبقى دي في دي واي دي تربيع ماينس 9 اس 4. طيب وهنا تبقى معايا فوق، طبعا في عندي هنا سالب، ما ننساش سالب، ممكن نحطها فين؟ عشان نحطها هنا. إذن هنا عندي دي واي ماينس 3 اي تربيع، وعندي هنا اس ساين اي اكس بلس بي واي. الآن لاحظوا معايا، الآن نستطيع نستبدل الدي تربيع أو المشتقة الثانية الواي بماينس بي تربيع، ما في مشكلة. وبالنسبة للحد اللي هنا، هذا المقدار أضربه في الساين أو أثر فيه على الساين، يعني أخش فيه على الساين، فحشتقه بالنسبة للواي، وهذا المقدار أضربه ضرب إيه؟ أضربه ضرب عادي. طيب نبدأ في البداية نأثر بالمؤثر العكسي. عندي هنا سالب دي واي ماينس 3 اي سكوير، فحستبدل هنا الدي تربيع او المشتقه الثانيه الواي بماينس بي تربيع، حيبقى عندي ماينس بي تربيع ماينس 9 اي اس 4، وهنا عندي ساين اي اكس بلس بي واي. ادخل هذا الحد على الساين، خلاص المؤثر العكسي خلاص انتهى، ما في عندي هنا لا دي اكس ولا دي واي. الان اخش بهذا المؤثر على الداله الصغيره، طبعا في عندي هنا سالب، سالب حخش السالب هنا. يلا اذا الخطوه الاخيره بسيطه جدا، مجرد ايه؟ تاثير مباشر. اذا حيبقى عندي ايه؟ هنا هذا المقدار حيبقى موجب، حقول واحد على بي تربيع بلاس 9 اي اس 4، واخش بالمؤثر بتاعي هنا، حأثر دي واي على الساين اي اكس بلاس بي واي، وبعدين اخش بماينس 3 سكوير على ماينس 3 اي سكوير على ساين اي اكس زائد بي واي. يلا بعد التأثير هنا تكون انتهت المسألة. بالتالي احنا الآن حصلنا على اليو، هذا يساوي واحد على بي تربيع بلس 9 اي اس 4، وحأثر هنا تأثير عادي، حشتق بالنسبة لواي، المشتقة بالنسبة لواي ساين حيجي لي كوزاين اي اكس بلس بي واي، وحشتق بالنسبة لواي حيجي لي ايه؟ بي ماينس 3 اي سكوير ساين اي اكس بلس بي واي، واكون كذا حسبت له الحل الخاص للمثال الموجود معنا. اذا في الحقيقه هي حسابات بسيطه، تحتاج مننا ايه؟ نستخدم الخواص السابقه اللي ذكرناها قبل قليل. طيب نشوف مثال اخر، لو كان الطرف الاخر، حندرس جميع الحالات، لو كان الطرف الآخر دالة مثلثية، لو كان الطرف الآخر دالة أسية، لو كان الطرف الآخر دالة كثيرة حدود، لو كلهم مع بعض موجودين، حندرس جميع الحالات. مثال آخر، أوجد الحل الخاص. احنا حددنا الحل الخاص، وبالتالي ما في داعي نوجد الحل الكومبلمنتري. عندي المعادلة 3، عندنا المشتقة الثانية زائد 4 دي اكس دي واي ماينس دي واي، وعندي الطرف الآخر الدالة أسية، الحل عندي معادلات فاضلية جزئية الرتبة الثانية، وعاوزين نوجد الحل الخاص.
اذا التزم بالمطلوب هاثر بالمؤثر العكسي على الطرفين حيدي لي الايه؟ اليوفي. اذا البارتيكولار سوليوشن حق واحد على ثلاثة زائد أربعة دي إكس دي واي ماينس دي واي، وعندي هنا الدالة الأسية. طبعا كما اتفقنا أثناء دراسة الحالة الخاصة عندما يكون الطرف الآخر لديه الدالة الأسية، حروح أستبدل كل دي إكس بمعامل إكس وكل دي واي بمعامل واي. ها يلا شوفكم انتم معايا، حستبدل دي اكس بيه، اريد اجابه سريعه، شوفكم انتم معايا. ها حستبدل الدي اكس بيه، الدي اكس بواحد، الدي اكس استبدله بواحد زائدا اربعه، الدي اكس بواحد مال دي واي حستبدله به، ها دي واي حستبدله به، ها انت معايا، استبدل الدي واي به، استبدل الدي واي العكس، الدي واي استبدله بسالب ثلاثة، مش قلنا الدي اكس نستبدله بمعامل اكس والدي واي بمعامل واي. سالب دي واي حستبدلها بمعامل الواي حيبقى سالب ثلاثة، وارجع اكتب ايه الدالة الأسية تبعي بهذا الشكل. كذا اكون ايه اوجدت الحل. اذا الحل الخاص، اذا يوبي راح اسوي المقدار اللي هنا، حدي لي ايه سالب واحد على ستة اي اس اكس ماينس 3 واي. اذا حصلت على الحل الخاص بكل سهولة. لاحظوا احنا لما اثرنا هنا بهذا المؤثر المقام لا يساوي الصفر، لو كان يساوي الصفر يبقى يشتري له شغل اخر. طيب حنخذ اخر مثال في هذه المحاضره. طبعا لدينا حالات كثيره في الحقيقه حنحاول نوضحها في المحاضرات القادمه. مثال اوجدي الحل الخاص للمعادلة الآتية، أوجد الحل الخاص للمعادلة الآتية، ثلاثة المشتقة الثانية ماينس دي واي، وعندي الطرف الآخر لاحظوا عندي دالة أسية في دالة مثلثية. الحل طيب فيما لو كان عندي الطرف الآخر دالة أسية في دالة مثلثية حنعمل إزاحة. طيب بداية حأثر بهذا المؤثر العكسي على الطرفين، أو يعطي لي الحل الخاص يو بي يساوي واحد على ثلاثة، وعندي هنا الدالة الأسية في الدالة المثلثية. طبعا أنا ما في عندي صيغة خاصة للدالة الأسية في الدالة المثلثية، ولكن حستخدم هنا مبدأ الإزاحة. طبعا أنا لما حزيح الدالة دالة أسية، الأس حقها إكس، إذا فقط حستبدل الدي إكس. حستبدل الدي إكس بإيه؟ نستبدل الدي إكس بدي اكس زائدا معامل الاكس اللي هنا، معامل الاكس واحد. اذا يصبح عندي المؤثر العكسي او حزيحه ازحتها الى هنا، وراح مستبدل ايه؟ وحستبدل الدي اكس بدي اكس بلاس واحد، وعندي هنا ما زال ايه؟ دي واي. اصبح فقط هنا حاثر على الداله الايه؟ حناثر على الداله المثلثيه فقط. بسرعة. طيب أروح فاكك هذا المقدار، أفك هنا حيبقى إي أس إكس، هنا عندي واحد على، حربع هنا دي تربيع إكس في ثلاثة، وبعدين واحد في دي إكس في اثنين في ثلاثة يبقى ستة،
ومربع واحد واحد، وعندي هنا ثلاثة ماينس ايه؟ ماينس دي 1، وعندي هنا الطرف الآخر ايه؟ ساين اكس بلس واي. طبعا احنا قبل كده لما اخذنا الخواص تأثير المؤثر العكسي على الدالة المثلثية فقط استبدل التربيع بالنسبة للاكس او بالنسبة للواي، يعني دي تربيع، دي اس 4، دي اس 6، اس 8، مشتقة يعني من الرتبة الثامنة. فأنا حستبدل فقط، حنستبدل ايه؟ حنستبدل دي 2 اكس بمعامل الاكس سالب مربع معامل الاكس اللي هي بواحد. اذا هذا حيساوي اي اس اكس، وعندي هنا حط ايه؟ واحد على، وراح مستبدل هنا بسالب واحد تربيع. طبعا السالب اخليها برا، ما راحش اربعها، حيبقى عندي ايه؟ سالب ثلاثة زائد ستة دي اكس زائد ثلاثة ماينس دي واي، وعندي هنا لسه الساين اهو حنأثر عليها. طبعا هي ثلاثة حتروح مع ثلاثة، يتبقى معايا ايه؟ يتبقى معايا هذا الجزء البسيط. إذا اليوفي، اليوفي بارتيكولار سوليوشن حيساوي ايه؟ اي اس اكس، هنا عندي واحد على، واحد على ايه؟ على 6 دي اكس ماينس دي واي. وهنا عندي حأثر فيه على الدالة اكس بلس واي. طيب ما ينفعش أأثر، ما ينفعش هنا أقول أستبدل الدي اكس بماينس واحد تربيع الدي واي، لأنه هنا المشتقة دي من الرتبة واحد، وبالتالي هروح أضرب، هحاول أنشئ أعمل كريت للحد دي تربيع اكس دي تربيع دي واي. ايش اللي حعمل بالضبط؟ اهو حضرب في 6 دي اكس زائد دي واي، وحضرب هنا في 6 اكس زائد دي واي، وحاثر بالايه؟ حاثر بالمؤثر العكسي، وبعد كذا ايه؟ التفاضلي. اذا هذا حيديني ايه؟ يلا اشوفكم انتم معاه، حكتب هنا ايه؟ هكتب هنا ايه؟ هبقى 6 في 6 36، 36 دي اكس، هبقى 36 دي اكس ماينس دي تربيع. يعني عملت انشاء لهذا الحد وانشاء لهذا الحد في الضرب البسط والمقام في 6 دي اكس دي واي، هنا 6 اكس دي واي. طبعا اتبقى عندي هنا ايه؟ اتبقى اهو 6 دي اكس زائد دي واي، وعندي هنا ساين اكس بلس واي. يلا الان استطيع ايه؟ الان حقول اي اس اكس، الان استطيع استبدل المشتقه الثانيه الاكس بناقص معامل مربع معامل الاكس، يعني حطه 36 في ماينس واحد تربيع. برضه هنا حسدل الدي تربيع واي بمعامل بناقص مربع معامل الواي، يعني الواحد تربيع. او عندي هنا اكتب ساين اكس بلس واي، وهنا عندي ايه؟ 6 دي اكس زائد دي واي. حخش بالمؤثر الان هنا، خلاص هنا حسبت هذه القيمه حتطلع 35. يعني حيبقى عندي اي اس اكس قسمه 35، واخش بالمؤثر حقي هنا جوا، حيبقى 6 دي اكس، حروح مشتق الايه؟ اكس زائد واي، وهنا حشتاق بالنسبه لي الواي، حيبقى ساين اكس بلس واي، وبكذا انتهت المساله. الان اصبح اشتقاق عادي، اشتقاق جزئي، كل اللي احنا درسناه. حيبقى اي اس اكس على 35، وراح اشتق هنا بالنسبه لاكس، حيدي لي ايه؟ حيدي لي كوزاين اكس بلس واي، وهنا حيدي لي ايه؟ كوزاين برضه اكس بلس واي. وبالتالي اذا اليوفي حيساوي اي اس اكس 35، كنا حنختصر لنا 6 واحد 7،
حبقى اس اكس في كوزاين اكس بلس واي. طيب حنكتفي بهذا القدر، وان شاء الله في المحاضرات القادمه حنناقش بقيه الحالات. أي أسئلة واستفسارات؟ طب لحظة بس انتظرونا.